رجعنا بقى بعد الفصل. احنا عندنا زمان كان في واحد بيفصل قمصان اسمه القمصانجي، ده غير الترزي. فهنطلع بقى التقرير كده نبص عليه نشوف اقدم راجل بيفصل قمصان اسمه ويليام في وسط البلد، نشوفه بيعمل ايه ونرجع تاني. أنا بشتغل في مهنة القمصان دي من سنة 67 لغاية النهاردة. اللي بيعمل البلوزة وبيعمل القميص وبيعمل الجاكيت ده اسمه قمصانجي، إنما الترزي ده تخصص، ترزي قميص مش قمصانجي. ما ينفعش إن أنا أشتغل كل حاجة وأقول أنا قمصانجي. مازال لغاية دلوقتي ناس بتفصل قمصان، ومازال في زبون للقمصان. الزبون اللي بيتعامل مع القميص دوت بيختار قماشة معينة، موديل معين، لون معين. القمصان طبعاً ليها موضة، مش ستايل واحد. الموضة ديت بتختلف في موديل الياقة، في قصة القميص، الزرار بتاع القميص. شوفي، هم الناس اللي هم بيصمموا الموديلات الطلاينة، بناءً عليها احنا بنعرف الموضة ايه وبنبتدي ننفذها. الشخصيات الحلوة اللي أنا تعاملت معها الله يرحمه الأستاذ نور الشريف، فنانين تاني من الشخصيات الحلوة اللي أنا اعتز بيها الأستاذ هاني شاكر. بحلم للعالمية في مهنة القمصان لبلدي إن إحنا نبقى زي إيطاليا وزي فرنسا، وصلنا بالمنتج بتاعنا والمنتج بتاعنا بيتباع في أوروبا والدول العربية. أنا أول مرة أعرف إن في حد مخصوص بس عشان القميص. إزاي؟ القميص وال أنا أعرف البدلة. مش القميص والقمصانجي. هقول لكم حاجتين. أنا من المنصورة. المنصورة كانت مشهورة بتفصيل القمصان. كانت البلد والشباب كلهم ينزلوا يفصلوا قمصان. نازل نشتري القماش ونروح للترزي ياخد مقاساتنا ويفصل لنا القميص، وبيديك وأنت ماشي ياقة زيادة وقاسورتين زيادة عشان لو باظوا واتقطعوا واتبهدلوا تقوم مركب الجديد. تمام؟ واو.